الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أن قريش طلعت القافلة فيها 1000 بعير و50,000 دينار ذهب. ما شاء الله، منين جابوا هالفلوس؟ من وين؟ هذه أموال المسلمين اللي هاجروا وأخذوها يبغون يتاجرون فيها في الشام ويستثمرونها. طبعا أبو سفيان هو اللي يقود القافلة، طالع معها 40 حراسة، يعني مستهتر. هو شو يقول أبو سفيان؟ ما أحتاج أخذ أكثر من 40 شخص، حنا لنا منعة عند العرب وفي تحالف بيننا وبينهم، ومحمد لا يزال ضعيفا. هذا عناد واستهتار واحتقار في نفس الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن طريق رجالاته أن القافلة خرجت بالأرقام، فيها 1000 بعير، فيها 50,000 دينار من ذهب. هذا يدلك على دقة المخابرات ورجال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. طيب وش تبغى يا رسول الله بهذه القافلة؟ أبغى أرد الودائع، أرد أموالنا. طيب أنت كان عندك ودائع قريش يا رسول الله، كنت في مكة، ليش خليت علي يجلس بعدك في الهجرة ويرجعها لهم؟ لا، في فرق. الودائع هذه أمانة، أما حقوقنا التي أخذوها من بعدنا، حتى بيت الرسول أخذوه. الآن ماذا يريد الرسول؟ يريد أن يرد تلك الأموال. 313 رجال معه، ما كان قصده الحرب. أبو سفيان درى أن الرسول طالع وقال والله لأسبقنا، خلنا نقول بتغدى فيه قبل تعشى فيني. قام أبو سفيان جاب له رجل اسمه عمر أو عمرو بن ضمضمة، قال له شف، روح القريش في مكة وادخل عليهم وبلغهم أن محمد بيعدوا على القافلة بياخذ أموالهم. وهذا عمرو بن ضمضمة خبيث، وسوى راكب بعير قبل يدخل مكة، جاب الخنجر حقه وقطع خشم البعير وقطع اذنه وخلى الدم يصب ولطخ نفسه بالدم، وركب على البعير بالعكس، يعني خلى وجهه عند اكرمك الله ذنب البعير، ودخل يصيح وهو يقول لاهل مكة: الغوث الغوث، اللطيمة اللطيمة، يا اهل مكة. الناس يناظرون فيه وش فيه، ولا يكلمهم ويمشي، هو متعمد يبغى يجمعهم عند الصفا عند الكعبة: الغوث الغوث، اللطيمة اللطيمة، ويمشي وملطخ نفسه بالدم. خير وش الموضوع؟ قال: أدركوا يا قريش فإن محمد قد اعتدى على قافلتكم. والرسول ما بعد اعتدى ولا تقدم على القافلة. هنا أبو جهل على قولهم طلعت جنونه، وأقسم أبو جهل قال: والله لنقاتلنه الليلة ولنأتين بأموالنا وقافلتنا في نفس اليوم. نفس اللحظة كانت عاتكة بنت عبد المطلب اللي هي ستير للرسول، عمته صلى الله عليه وسلم، عاتكة شافت رؤيا، شافت رجال يدخل مكة واقف في مدخل مكة وهو يقول: يا آل غدر يا آل غدر، يعني يا غدرة، يا آل غدر، موعدكم بعد 3 أيام. تقول فنظرت لهذا كله في المنام. تقول فانتقل من مكان هذا إلى جبل قبيس ورقى فوقه: يا آل غدر، موعدكم بعد 3 أيام. تقول ثم نزل حتى وقف عند الكعبة: يا آل غدر، موعدكم بعد 3 أيام. تقول ثم التفت إليه فأخذ حفنة أكرمكم الله والمشاهدين من تراب ثم رمى بها. تقول ولم يبق بيت في مكة إلا دخلته ذرة من هذه التراب. وراحت وقالتها العباس عم الرسول، العباس ما بعد أسلم، فعلم أنها مصيبة ستحل في مكة. العباس قبل إسلامه راح للوليد ابن عتبة، شاف مهموم، قالوا ايش فيك؟ قال اخبرتني عاتكة برؤيا ازعجتني واعلم ان فيه مصيبة. قالوا ايش؟ قال بقولها لك بس بشرط ما تعلم احد، سر بيني وبينك. قال قلها يا رجل، وقالها له. ثم خرج الوليد بن عتبة واخبر ابوه عتبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة علم ولده شيبة، وصل انتشر الخبر في مكة كأنهم حريم. ووصل الخبر الى اهل مكة، مع احترامنا طبعا للنساء بس انا اتكلم فيه، وانتشر الخبر. وابو جهل طلع فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاذا بالعباس حول الكعبة واقف، وجاء ابو جهل واقف جنبه قال: وما هذه الرؤيا التي ترون يا ابي يا بني هاشم؟ قال: وش اي رؤيا؟ ما شفنا شيء بحياتك. لما بس قال: بلغنا عن رؤيا عاتكة، انبئت فيكم النساء، طلعتونا رجال قلتوا نبي وصدقناكم، بعد بتقولون عاتكة نبية الحين، أنبئنا فيكم النساء؟ قال: يا ابن حلال ما في شيء. قال: بلغنا عن رؤيا عاتكة، أخبرنا بها. اسمع يا العباس، والله يقول أبو جهل لو لم تتحقق رؤياكم
لنكتبن فيكم كتابا نعلقه في أستار الكعبة ونقول للعرب كلها أن بني هاشم أكذب العرب. العباس يقول أنا متيقن أن ما رأته عاتك أنه حق وأن حقيقة وأن سيكون. وصل الخبر طبعا أبو جهل. هنا أبو جهل الحين جالس يستعد، 950 رجال في معركة بدر و200 فرس، وأرسل معهم 1000 بعير 1000 جمل عشان يذبحونها يأكلون منها في الطريق. الرسول كم عددهم؟ 313 مع فرسين، فرس مع الزبير بن العوام والمقداد بن عمر فرس آخر، و70 بعير، كل 3 يركبون على بعير يتناوبون في مسافة أكثر من 300 كيلو تقريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 55 سنة، وكان الذين يمشون مع النبي علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي المرثد، وهم كل شيء واحد يركب، يعني كل واحد يمشي ثلث المسافة تقريبا 100 كيلو، الرسول بيمشي مثلهم. فقال علي يا مرثد كيف نركب والرسول يمشي؟ ما نقدر، بتنازل أنا وأنت عن حقنا في الركوب ونجعل النبي هو الذي يركب طوال الرحلة. قال أبرك ساعة ما عندي مشكلة. فذهب للنبي، يا رسول الله والله لا ندعك تمشي ونحن نركب، لا تركبنا ونمشي. فالتفت النبي فقال لهم شوفوا شوفوا الرسول كيف يربي أصحابته، ما أنتما بأقدر مني على المشي وما أنا بأغنى منكما عن الثواب والأجر. أنا أبغى الأجر. قريش لما أبو سفيان درى أن الرسول بيطلع فغير الطريق، بدال ما يجي مع طريق القوافل راح مع طريق الساحل من عند ينبع وجدة من هناك من الجهات الساحلية. الرسول طبعا لما علم التقى طبعا أبو سفيان بأبو جهل في الطريق، ولما التقى قالوا خلاص ما دامنا ضيعنا الرسول وتركنا الطريق الصحيح دعونا نرجع ولا نواجه محمد. قال أبو جهل لا والله لا نرجع، ولنذهبن إليك ونأخذن معنا البعير ونذبحه، يعني هذا من باب الترف، ونشربن الخمر عنده ويتراقصن الجواري أمامه، احنا ما نرجع واللي فروسنا بنسويه. في 2 ما طلعوا خوافين، أبو لهب بقي جلس في مكة، قال إن محمدا وعدني بالموت وأنا عارف اللي رحت لا بموت. شوف موقنين وجلس. اي نعم العباس أبو لهب. أبو لهب يوم جلس العباس طلع وكانت جاريته موجودة، خلى الجواري حقينه عند أبو لهب يخدمونه، فقام أبو لهب فضرب الجاري ضرب العبد كف، والجارية الثانية أخت هذا العبد فقامت بحديدة فضربته على رأسه وسقط وأصيب بمرض، حتى أصيب بمرض في جلده بدأ يقولون سبحان الله الجلد يخرج عن اللحم، وأصيب بمرض أشبه ما يكون بمرض معدي. لما مات ما قدروا يصلونه، طبعا مات بعد معركة بدر بست ليالي، ثم ردموا عليه البيت ردم ينفكون من شره. النبي صلى الله عليه وسلم الشخص الثاني اللي ما كان يبغى يطلع أمية بن خلف. أمية بن خلف كان سيد من بلال. لما جاء يطلع قالوا لا امشي اطلع معنا، قال لا والله لا أخرجن معكم. فإن بلال مرة كنت أعذب بلال هنا عند الكعبة، وقال لي بلال أخبرنا رسولنا أننا سنقتلك. يقول إنه قال لي بلال مرة وأنا عذبه ترى رسولنا قالني بذبحك، يقول فصدقته. قال كيف أطلع أنا مجنون؟ يقول فسألت بلال حينها كيف ستقتلني؟ تقتلني في مكة ولا وين؟ قال ما أدري، الرسول قال تذبحه بس، لكن وين ما قال لي. عقبة ابن أبي معيط يقول قم يا رجل ما عليك، لا أذهبن أتينا بالبخور ولا أبخرك كما يتبخرن النساء العرائس العروس. وراح جاب بخور وقام يدور عليه كذا يبخر فيه فيضحك. عقبة ابن أبي معيط قال ويحك والله إني ما أراك إلا أن تبخرني لمقتلي، أن جالس تهيئني للموت. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول أشيروا علي، وقف عند الصحابة يا أبو بكر، أو قال أيها المؤمنون أشيروا علي. قال أبو بكر امضي يا رسول الله فنحن معك. قال جزاك الله خير يا أبو بكر. ثم جلس الرسول فوقف قال أشيروا علي أيها الناس. قال عمر امضي يا رسول الله ونحن نمضي معك. قال جزاك الله خير يا عمر. ثم قال أشيروا علي أيها الناس، هذه الثالثة. فقام المقداد بن عمر مهاجري قال يا رسول الله امضي ونحن معك
والله لن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل سنقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: جزاك الله خير. أشيروا علي يا قوم، اللي تكلموا كلهم مهاجرين، أبو الرسول يبغى الأنصار، أشيروا علي. فقال سعد بن معاذ: لعلك تريدنا يا رسول الله. قال: إيه والله أريدكم، أنتم اللي حنا في بلدكم الآن وأنا بينكم، أريدكم أيها الأنصار. فقال سيد الأوس: يا رسول الله، إن كنت تريدنا فنحن قد آمنا بك. شوفوا الكلام يكتب بماء الذهب، هذا الكلام اللي خلى عرش الرحمن يهتز لموته، هذا الكلام اللي خلت الملائكة 70,000 ملك يصلون عليه. قال: يا رسول الله، إننا آمنا بك وصدقناك وأعطيناك العهود والمواثيق على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله، والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، فخذ من أموالنا ما شئت واترك منها ما شئت، ووالله إنما أخذت منها أحب إلينا مما تركت، سالم من شئت وعادي من شئت وصل حبال من شئت واقطع من شئت، والله يا رسول الله لا تجدن أصدق عند اللقاء، والله ونسأل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. خطة النبي وشي، قريش متعودة على الكر والفر، الرسول قال لأصحابه: صفوا صف واحد عليه الصلاة والسلام، هذول للهجوم، وليكن خلف كل رجل من اللي في الصف الأول كل واحد من الرماة مع سهم، إذا أقبلت قريش علينا وهاجمت يقعدون هذول اللي في الصف الأول وتأتيهم السهام والرماح فيخافون فيهربون، على أساس نستطيع أن ننتصر عليهم أو على الأقل أن نحد من شرهم رسول الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجهز هؤلاء، قريش طبعا متقدمة ومعها قوة، الزبير بن عوام مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب واقفين، قال لهم الرسول: اذهبوا واسألوا لي هذا الغلام، فيه غلام من حقين قريش يروح يجيب موية من الأبار يوديها لهم، الأبار في موقعة بدر. فامسكوه الزبير بن عوام وعلي بن أبي طالب، الرسول وقف يصلي، قالوا له: مع من أنت؟ هم ما دروا إلى الآن أن أبو سفيان التقى بقريش أبو جهل، قالوا: أنت مع أبو سفيان ولا مع قريش؟ قال: أنا مع قريش. قالوا: تكذب، ما صدقوه، وجلسوا يضربونه والرسول يصلي. قال: لا، أنا قايل لكم أنا لا أكذب عليكم. قال: لا، أنت أكيد مع قريش. هم ودهم أنه يقول الحقيقة ولا يدرون وش الحق وش الصحيح. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا فعلتم؟ قالوا: كذب فضربنا. قال: نادوه، يوم صدقكم ضربتموه ويوم كذبكم تركتموه. لأنه وش قال؟ قال: خلاص تبوني مع أبو سفيان، أنا مع أبو سفيان، وهو مو مع أبو سفيان. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: تعال شوفوا عقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قالها الرسول: كم عدد قريش؟ أنت مع قريش؟ قال: نعم. قال: كم عددهم؟ قال: ما أدري. شوفوا الذكاء والخطة. قال: كم يذبحون يأكلون، كم ينحرون في اليوم؟ قال: يذبحون من 9 إلى 10 من الإبل. قال الرسول: إذن عددهم ما بين 950 إلى 1000. شوفوا رسولكم والعقل والتفكير، خلاص مدامه يذبح كل يوم 10 و9، لأن كل بعير يكفي له 100 تقريبا، فبالتالي أنا حسبتها بذهني. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الذي يقودهم؟ من خرج من سادات قريش؟ من معهم؟ قال: كل سادات قريش خرجت، كلهم أبو سفيان وأبو الحكم وكل الشلة على ما يقولون موجودين، والصحابة جالسين يسمعون الكلام، عدد كبير و1000 بعير و300 رجال هذولي، وهذولك تقريبا قرابة 1000. الرسول مباشرة حتى يرفع المعنويات قائد عليه الصلاة والسلام، التفت عليهم قال: الله أكبر، لقد ألقت إليكم قريش بفلذات أكبادها. بس عطاهم إياها بالصميم. ثم ذهب النبي بنفسه الآن يدور يستطلع في المكان، معه أبو بكر الصديق، وشافوا لهم رجل شايب كبير من الأعراب، فقال له النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش، أين هم؟ يقتص يعرف الطريق. قال له: من أنتما؟ قال: إذا علمتنا علمناك. قال: هذه بتلك؟ قال: هذه بتلك، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا وين قريش، وش وضعها الآن، أخبرني عن قريش وعن محمد.
عشان يوهم أن مو بمحمد. قال أخبرني من أخبرني، إن كان صادقا فإن قريش الآن عند العدوة القصوى، وأخبرني من أخبرني إن كان صادقا فإن محمد اليوم عند العدوة الدنيا. الرسول وصل عند العدوة الدنيا، فقال ما دام أنه وصفني صح. فجاء قال الرسول شكرا، قال تعال تعال، ما علمتني أنت من أنت اللي معك أنت فيها، أنتم من أنتما؟ قال نحن من ماء، يعني مخلوقين من ماء. قالوا ماء ماء التي في العراق، وراح النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. وهذا من ذكاء النبي وبعد نظره صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أبو سفيان في طريقه وقريش في طريقه، طبعا هم يعرفون أنهم سيلتقون في موقع واحد، والمؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم وينهم فيه؟ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم، اللي أبو سفيان سيلتقي في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يجب أن تعرف قريش، رغم أن رسولنا ومن معه عددهم قليل، لكن مستقر في نفس رسولنا أن وما النصر إلا من عند الله. هذه سنن كونية. الموقعين العدوتين طبعا هي مكانين تلتين مرتفعتين، لكن القصوى إذا جاءها المطر والماء أصبح الطين وثقيلة، وهم جايين معهم عتاد وعدة كثيرة. فنزل ليلة تلك الليلة مطر، وكأن الله جل وعلا جعل المكان البيئة اللي هم فيها الموقع أن يكون طينا، وأصبح تحركهم ثقيل. أما العدوى الدنيا فهي أرض إذا جاءها المطر صلبة، ازدادت صلابة، وتكون الحركة بالنسبة للمؤمنين أسهل، وهذا من اختيار الله تبارك وتعالى. طبعا المسلمون خايفين، هم بشر، والله جل وعلا أخبر حتى في القرآن الكريم يجادلونك من بعد ما تبين لهم، حتى قال لك كأنما إيش يساقون إلى الموت وهم كارهون. خموت، حنا 313 رجال، ولا معنى عتاد قوي ولا سلاح كثير، وهؤلاء أتونا بعتاد وعدة واجتمعوا علينا، ومع ذلك الله ثبتهم، حتى النوم من شدة الخوف ما جاهم، لكن الله جل وعلا ألقى عليهم النوم. إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم، الله أنزل عليهم حتى النوم، في أحد ينامه بحارب. جاء الحباب بن المنذر، النبي عليه الصلاة والسلام كانت في آبار، فرأى النبي أن يرجع الرسول وراء الآبار وتصير الآبار بينه وبين قريش. فالحباب بن المنذر رضي الله عنه قال يا رسول الله، أمنزل أنزلك الله إياه أم الحرب والرأي والمكيدة؟ هل الله اللي قال لك وقف في هالمكان، ولا هذا تخطيط منك رأي؟ قال لا، إنما الحرب والرأي والمكيدة. قال عندي رأي، تقبله مني؟ قال أقبل، هذا قائد عظيم الله عنهم أرضاهم. فقال يا رسول الله إني أشير عليك إن قبلت رأيي أن نردم الآبار دي، نردمها ونسدها إلا بئرا في المؤخرة. ليش يا الحباب؟ ترى الحباب بيموت في ذا المعركة، ما لها الموقف، لكن شوفوا العظمة. قال ليش، وش رأيك؟ قال يبقى بئرا واحدا نشرب منه وهم يعطشون، حنا نجي قدام البئر هذا وهالبئر آبار كلها مردومة، فيصبحون يقاتلوننا من أجل الماء ونحن نقاتلهم من أجل الرسالة. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الآن يقول لهم فضل الجهاد، وبدأ تنزل آيات الجهاد، شوفوا كل شيء في موضعه، ويخبر الصحابة. فقال للصحابة تقدموا، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حصلت مبارزة بين الثلاثة من قريش والثلاثة من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لما بدأت قريش هاجمت، فبدأوا أولئك الذين في الصف الأول يقفون فقط للمبارزة، لما اقتربوا اجلسوا انزلوا، فجاءتهم السهام. قريش هنا الآن في هذه اللحظة كما يقال اختبصوا. الحباب أو عمير بن الحباب رضي الله عنه سمع الرسول يقول للصحابة تقدموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، 313، والرسول يحفز وأمرها الله جل وعلا، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرضهم على أن يقاتلوا هؤلاء الأعداء. حارثة رضي الله عنه عمره 18 سنة، يمر عليه الرسول قبل المعركة بيومين، قال كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت يا رسول الله، المفروض يقول بخير الحمد لله وطيب ما عليه خلاف، قال أصبحت وكأني أرى العرش، وكأني أرى أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في عذابهم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم القول هذا له فعل؟ سوالف. قال والله إني لأستعد إلى أن أكون من الشهداء وأن أدخل جنة عرضها السماوات والأرض
قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم أنت منهم. وبدأت المعركة. لما بدأت المعركة كان على الميمنة عبد الرحمن بن عوف. يقول عبد الرحمن بن عوف: العدد قليل وكل واحد مننا ما معه إلا عدد بسيط 25-20 رجال. يقول: التفت على يمين إلى جنبي طفل معاك. يقول: صغير. قلت له: شاف هذا جنبي، هذا بينصرنا ذا. يقول: هذا هو هذا هو حالي. يقول: والتفت فإذا بمعوذ، ولد عمه أو أخوه في رواية، عمره 14 سنة. قلت: وين ننتصر احنا؟ هذا 15 هذا 14. يقول: وأنا واقف أنظر وأمسك سيفي لأن حرب. يقول: فإذا باللي على يمين يسحب ثوبي. قال: يا عم. قال: نعم. وش تبي؟ ايش قلت؟ وخير. قال: أين أبو جهل؟ قال: ليش؟ ايش تبغى في أبو جهل؟ قال: أين أبو جهل؟ قال: لماذا؟ قال: إني أريد أن أقتله. قال: كيف تقتله؟ قال: والله لأقتلن أي رجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أسمع الكلام استغرب، صغير لا مبالي. يقول: شوي إلا يسحب من جهة ثانية. يا عم، وين أبو جهل؟ فإن أمي بعثتني وأخي ألا نعود إلا وقد قتلنا من كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فتشجعت. قلت: الحمد لله، ما دام هذول الصغار سيكون إن شاء الله هناك أمر أكبر. يقول: فأشرت إليهم على أبو جهل، قلت: شوفوا هذاك هو. يقول: فلما رأياه، شوفوا الحديث، يقول: فانطلقا كالرماح من شدة انطلاقهم وقوتهم. يقول: يوم وقفوا شافوا من بعيد على فرس جثة أبو جهل كبير. يقول: فرآه ذولي شباب على رجولهم. يقول: وقف معاذ معوذ، قال: اسمع، إذا رحنا كلنا كذا بيذبحنا، والرجال ذا طويل وعلى فرس. قال: ماذا نفعل؟ قال: أن تضرب بسيفك أرجل الفرس وتخلي الفرس حقه يطيح وهو بيسقط، ثم نقوم نياك عليها قومت واحدة ونطعنها في رقبتها، أنت بتطعنها في بطنه لأنه لن يموت. يقول: فجلسنا نرقبه في المعركة، فتقدم معوذ فضرب الفرس وطاح منه. هو يقول معاذ بعد المعركة يخبر النبي، قال: والله لا ندري كيف سقط، ما ندري كيف طاح. يقول: فصعدنا على رقبته فطعناه هنا في رقبته. يقول: لما طعناه أراد أن يمسك بنا ففررنا. يوم جاء يركض معاذ شافه عكرمة ولد أبو جهل، عكرمة أسلم بعدين. يقول: فضربني في كتفي وخلع كتفه، قطع يدها اليمنى. يقول: فبقي جلد فيها. ومعاذ ركض، معاذ راح يبشر الرسول. اسمعوا الشاب، أنا أناشد أبو 15 و16 بل والله أبو 40 وأكثر. معاذ يقول: يوم شفته ركض قلت: سيبشر النبي قبلي، والله لا أسبقنه، لكن الدم ويدي ما خلتني. يقول: فوضعت يدي تحت قدمي فقطعتها. يقول: هي انقطع، ما عاد بقى إلا لحمة بس. يقول: فركضت. يقول: فوصلنا إلى النبي مع بعض، قلنا: قتلناه لك يا رسول الله. من؟ قال: أبو جهل. فرح النبي، قال: قم يا ابن مسعود تأكد من الخبر، جيب العلم لي. عبد الله بن مسعود يقول: رحت أدور بين القتلى فلقيت أبو جهل في آخر رمق، خلاص بيموت. يقول: فوضعت رجلي على صدره، قال: حتى أنت يا صويحب الغنم أو يا رويع الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعب. شوفوا الكبر حتى في آخر لحظة. يقول: ما بقى إلا أنت يا ضعيف تدعسني. قال: من الذي غلب؟ علمني من اللي فاز. قال: غلب الحق وغلبك محمد. يقول: قلت له الكلام. يقول: لما سمعت الكلام حتى هو عنده هدف على كفره، وعنده رسالة على ضياعه وضلاله، فلماذا لا يكون عنده رسالة؟ يقول عبد الله بن مسعود: فجززت رقبته ومات أبو جهل. وهذا يعد انتصار. شوف، أراد الله أن تكون ميتته على يد هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الغلمان. النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وش قال للصحابة؟ يا قوم، من رأى منكم أبي البحتري بن هاشم فلا يقتلنه. كافر، ليش يا رسول الله؟ وهو جاي معهم في المعركة. لماذا يا رسول الله لا نقتل؟ ليش أسلم؟ قال: لا، إنه كان وفيا معنا يوم الصحيفة، يوم حوصرنا في شعب بني طالب، اتركوه وفاء له. أبو البحتري في المعركة وجاي يقاتل. يقول واحد من الصحابة: فكنت أقاتل فرأيت أبو البحتري وصددت عنه، رحت أقاتل واحد ثاني ولحقني. قال: قاتلني أنا كاك رجال. قال: يا رجل، والله إني أستطيع أن أقاتلك لكن نبي منعني من قتالك. قال: تقدر تقاتلني؟ قال: والله تركتك طاعة لرسول الله، ولا أقدر أقتلك أنا، أنا سهل قتلك علي. قال: والله لا أقتلنك أنا، أنا اللي بذبحك. يقول: أنا حشت، ما أبغى أذبح أنا، الرسول الله يقول لا أحد يذبحه. يقول: فأخذ يلحق بي. يقول: حتى وقف أمامي فكاد أن يقتلني فقتلته. يقول: رحت أصيح أبكي: يا رسول الله، إنني قتلت الرجل الذي منعتني من قتله، لحقني وأنا تركته من أجلك،
قال لا عليك، إنما أردنا الوفاء، إنما أردنا الوفاء. الرسول وفي حتى مع أداء، ويعرف صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. آخر المعركة، آخر المعركة أنزل الله الملائكة. ترى ما نزلت الملائكة من أول المعركة، إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ونزلت 1000 من الملائكة. الرسول قبل تنزل الملائكة وين كان فيه؟ كان وراء، يدخل ويطلع، ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف ويرفع كفه. اللهم يا الله، اللهم إن تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وطاح رداءه وبان بياض إبطه، قال له أبو بكر هون عليك يا رسول الله، والله إن الله لمنجز لك وعده ومحقق ما تريد. يا الله أنجز لنا وعده. شوفوا التذلل. الله يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيش؟ أذلة، أذلة، تتذللون. أقول يا جماعة اللي له حاجة يتذلل إلى ربه، وكلنا أصحاب حاجات عند الله، تذللوا بين يديه، فإن الله يجيب من تذلل بين يديه سبحانه وتعالى. أبو بكر بلال رضي الله عنه شاف أمية بن خلف في المعركة اللي كان يعذب اللي قال رسول ستقتله، وطلع سيفه. يوم شافه أمية انحاش فرك، ومن راح له؟ راح لعبد الرحمن بن عوف، قال يا عبد الرحمن إنني مستسلم وأرفع الراية البيضاء، ما أبغى قاتل بس ما أسلم. يوم جاء بلال قال والله لا أقتلنك يا عمرو. قال له عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال لأمية أقصد، قال عبد الرحمن بن عوف دعه يا بلال فإنه أسيري. قال والله لا أسير لك اليوم. وقال عبد الرحمن بن عوف لأنه دخل عليه يعني حماه، قال له عبد الرحمن بن عوف انبطح انضجع في الأرض. أمية بن خلف فانبطح وجاء فوقه عبد الرحمن عشان ما يذبحه بلال، فأخرج بلال خنجره وطعنه من تحت عبد الرحمن بن عوف 3 طعنات ثم مات وكبر رضي الله عنه. عاد يقول رفع رأسه وينظر، قلتها لي في مكة، قلتها لي في مكة، يعني قلت لك، قلت لي أنك ستقتلني، وقتله بالفعل. وقتل عدد منهم 70 من صناديد قريش، وقف النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، وفرت قريش، ومات 14 من صحابة الرسول، 13 من الأنصار، و1 فقط وهو عبيدة بن الحارث مهاجري رضي الله عنهم جميعا.